لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بعد أن رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ووبخ قومه عندما رآهم يعبدون العجل، ثم انتقل إلى هارون وعاتبه لسكوته عليهم، ثم اقتنع بمبرراته، ثم بعدها انتقل إلى رأس الفتنة وسبب هذا البلاء السامري. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب. الآن هنا مباشرة بعد أن سمع موسى من السامري ماذا فعل؟ لم يأخذ ويعطي معه بالكلام ويستمع إلى مزيد من المبررات، بل مباشرة انتقل إلى العقوبة، العقوبة في الدنيا والآخرة. والعجيب هنا أن عقوبة السامري الذي هو رأس الفتنة وسبب الشرك الذي حصل من بني إسرائيل بعبادتهم العجل بعد غياب موسى، أن عقوبته في الظاهر أخف من عقوبة بني إسرائيل الذين تابوا، وهذا فيه غرابة. ولكن كما قيل: إذا عرف السبب بطل العجب. السامري عندما دعاهم وفتنهم بصنعه للعجل من الذهب وعكوفهم عليه وعلى عبادته، أراد أن يكون له مكانة وأراد أن يكون له أتباع، فعاقبه الله بنقيض قصده، والجزاء من جنس العمل. فكانت العقوبة أن يعزل وينفى ولا يمس ولا يمس ولا يخالط ولا يخالط. وهذه عقوبة معنوية في الحقيقة أشد من العقوبة الحسية. وقيل أن موسى عليه السلام هم بقتله، إلا أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن لا يقتله، مع أن عقوبة من عبد العجل من بني إسرائيل ماذا كانت؟ كما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله، عقوبتهم القتل، مع أنهم تابوا سيقتلون. لكن السامري قال: فاذهب، أي ابتعد واذهب بعيدا عني وعن بني إسرائيل. وهذا نوع من العزلة ومن النفي له بأن لا يختلط مع الناس. قال: فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي عقوبتك في هذه الحياة الدنيا إذا اقترب منك أحد أن تقول له ابتعد عني، لا تمسني، لا مساس، فقط هذه عقوبته. وإذا أراد أن يمس أحد لا يقترب منه. اذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. وقيل: كان إذا اقترب منه أحد أراد مسه قال وصرخ: لا تمسني، أي لا مساس، ابتعد عني، لأنه كان إذا مسه أحد يصاب بالحمى، يصاب هو ومن مسه بالحمى التي تؤدي إلى الموت. فحتى لا يصاب هو ولا غيره فكان يقول لا مساس. وقيل: لا يختلط مع غيره ولا يخالط. هنالك معنى ثالث ذكره القاسمي في تفسيره: لا مساس، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: من قبل أن يتماس. المساس هنا المقصود به النكاح. قيل: عوقب بعدم إمكانية الإنجاب حتى تنقطع ذريته، وهذا قل من ذكره من المفسرين. قال: فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس في هذه الحياة الدنيا. فعوقب بنقيض قصده وعزل عن الناس، وهذه مذلة ومهانة له. أراد رفعة فأذله الله، أراد أن يكون متبوعا فحقره الله سبحانه وتعالى بأن عزله عن الناس. وهذا قد حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مع الفارق
كما في قصة الثلاثة الذين خلفوا. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس في هذه الحياة الدنيا، وإن لك موعدا لن تخلفه، أي يوم القيامة لك موعدا لن تخلفه، أي ستصلى نارا حامية وعذابا عظيما، عذابا أليما مهينا يوم القيامة. هنا ما الذي أدرى موسى أن السامري لن يتوب، وكانت عقوبته تختلف عن عقوبة بني إسرائيل بالوحي؟ وهذا يعتبر إعجاز لموسى، وإلا لماذا بقي موسى يدعو قومه من بني إسرائيل إلى التوبة كما سيأتي معنا، وذكر عقوبة السامري في الدنيا وفي الآخرة؟ وهذا فيه إشارة أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بأن السامري لن يتوب، فتركه حرا في هذه الدنيا يذهب هو وأهله إلى البراري مع الوحوش لأن الناس قاطعوه. ويوم القيامة وإن لك موعدا لن تخلفه، والله لا يخلف الميعاد، موعدا لن تخلفه يوم القيامة. وهذه معجزة من معجزات موسى، وهذه قد حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. عبد العزة ابن عبد المطلب، من هو؟ أبو لهب. الله سبحانه وتعالى أنزل فيه قرآنا وهو حي، هو وزوجته أم جميل، أليس كذلك؟ كان بمقدوره أن يسلم ويقول انظروا إلى كتابكم يخالف الواقع، أنا أسلمت، أليس كذلك؟ ولكن الله سبحانه وتعالى جعلها معجزة لنبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، عندما أنزل فيه تبت يد أبي لهب وتب، فيه وفي زوجته، ومات على الكفر عم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا وغيره من المنافقين ينطبق عليهم قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يتوب عليهم، بل الله سبحانه وتعالى في سابق علمه علم أن هؤلاء مصرون على الكفر وسيموتون عليه، فماتوا كفارا. وإن لك موعدا لن تخلفه، ثم انتقل إلى إله هذا السامري، قال وانظر إلى إلهك، تأمل هنا هذا اللفظ الدقيق، قال وانظر إلى إلهك، هذا فيه زجر وتحقير، إلهك أنت، هذا الإله الذي صنعته وانظر إليه. وهنا الدليل المحسوس أقوى من الدليل المعقول، ما قال له تأمل ماذا ستكون نتيجة إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، وهذا أبلغ وأقوى في الزجر وفي إقامة الحجة عليه وعلى بني إسرائيل الذين عبدوه. قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، الذي أقمت، والعكوف وهو الاستمرار والديمومة على والإقامة على الشيء، على العبادة، وأنتم عاكفون في المساجد أي ملازمون لها. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه، لأنه صنعه من ذهب، ولو اكتفى بالتحريق قد يأتي غيره ممن أشربت قلوبهم وتعلقت بالعجل وعبادة العجل وإعادة صناعته مرة ثانية. قال لنحرقنه، ولنحرقنه من الإحراق. وفرق بين الإحراق والحرق، الإحراق أي النار ذات اللهب، كما قال عن أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، والحرق المجرد هو أن يصير الشيء إلى حرارة بلهب أو بغير لهب. يعني قد يحرق الإنسان بمادة كهربائية، هذا يسمى حرق، لكن الإحراق النار التي فيها لهب يسمى، وهذا أشد وأعظم. قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه، هذا الأمر الأول.
ثم لننسفنه في اليم نسفا، أي يلقى في اليم حتى لا يبقى له أثر. حتى قيل أن بني إسرائيل الذين كانوا يشربون الماء من البحر، هذا البحر الأحمر بحر القلزم، كانت تصبح وجوههم صفراء. ثم لننسفنه في اليم نسفا، ثم بين لهم بعد أن بين حال هذا الإله الذي صنعته أيديهم، بين الإله الحق الذي ينبغي أن يعبد، إنما إلهكم الله، حصر العبودية بالله سبحانه وتعالى، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. هذا المشهد فيه فوائد عديدة نأخذ منها بعجالة. الأمر الأول الحذر والتحذير من النماذج السامرية في وقتنا المعاصر. هنالك شخصيات تتقمص شخصية السامري، يأتون بأشياء مثيرة للجدل، أشياء تخالف ثوابت الدين، تخالف الكتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه الصحابة وما كان عليه السلف الصالح، يأتون بأشياء ليضلوا الناس عن الصراط المستقيم. فينبغي الحذر من هؤلاء، وبعضهم لديه من الفصاحة ومن البلاغة ومن العبارات المنمقة ومن التعقل ومن البيان ومن الأسلوب ما يفتن به غيرهم. فينبغي الحذر والتحذير، أن نحذرهم ونحذر غيرنا من خطرهم. يأتي شخص يقول لك لا يوجد دليل بأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان في القرآن، وآخر يقول لك لا يوجد دليل على عذاب القبر، وآخر يقول لك كذا. يأتون إلى أمور تلقتها الأمة بالقبول وبالاتفاق، ويأتي شيئا فشيئا لينسف هذه الثوابت. فهذه الشخصية مشابهة للسامري، ينبغي أن نحذر ونحذر. الأمر الثاني، ينبغي على الداعية وطالب العلم الذي له هم الدين وهم الدعوة أن لا يصاب بالإحباط ولا الانتكاس، وأن يوطن نفسه على المفاجآت إذا ما رأى أن أتباعه قد وقعوا في الانتكاس. انظروا إلى موسى، أتباعه كانوا 600,000 من بني إسرائيل، وقيل أن 12 فقط هم الذين لم يعبدوا العجل، ولكن هل يأس موسى؟ هل قال هؤلاء لا خير فيهم ويترك دعوتهم ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أبدا، بل استمر. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، انظروا كيف بعد عبادتهم للعجل. وإذ قال موسى لقومه بالترفق مع أنهم وقعوا في الكفر والشرك، استمر. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، لا زال يدعوهم. فينبغي على الداعية إذا ما رأى أتباعه، أحيانا الإنسان يترك من يتعاهده بالدعوة والمدارسة والعلم، يتركه فترة من الزمن، قد يرجع ويجده منتكس، أو وقع بكبيرة، أو وقع بمعصية، أو قصر في الفرائض، لا يقول له أنا كل هذه السنين ثم تفعل كذا وكذا، هذا غير صحيح. ينبغي أن يواصل معه، يبقى يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. إن أعظم المعروف هو التوحيد، وإن أعظم المنكر هو الشرك، ومع ذلك استمر موسى بدعوة قومه وأتباعه. إذن لا يصاب بالإحباط ولا الانتكاس. بعض الناس مباشرة يقول لك هؤلاء لا خير فيهم، ويترك الدعوة ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويترك البرامج التي كان عليها، هذا غير صحيح. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع من الطائف، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قال لها لقد لقيت من قومك ما لقيت حتى أغمي عليه عليه الصلاة والسلام، ويقول استفقت في قرن الثعالب قرب مكة، وجاءه ملك الجبال وقال له أطبق عليهم الأخشبين، لأن مكة بين جبلين. ماذا كان جوابه؟
قال اللهم يعني أخلص منهم وينتهي الأمر، لأنهم أذوه عليه الصلاة والسلام. مع ذلك قال لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا هو القدوة المثالي، يصبر ولا ينتكس. إذن فائدة الأولى الحذر والتحذير من الشخصية المماثلة للسامري، أن لا ينتكس الداعية إذا انتكس المدعوين، وأن يوطن نفسه على المفاجآت. قد ينتقل إنسان من مؤسسة إلى مؤسسة، من مدينة إلى مدينة، من عمل إلى عمل، من دولة إلى دولة، ويجد في المكان الجديد أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ينبغي أن يصبر ويستمر بما عنده من عقيدة صحيحة ومبادئ وثبات وأخلاق، ولا يتأثر بهم. انظروا موسى ما تأثر بهم. الأمر الآخر، ينبغي أن نفصل بين المسؤولية والعاطفة. عندما جاء موسى وتعامل مع هارون ما قال هذا أخي وأغفر له وأسامح، بل دقق معه وحقق معه حتى اقتنع بمبرراته. وهنا فصل بين المسؤولية، إذا كنت مسؤولا لا تمرر الأشياء بعاطفتك، لأن هذا المذنب قريبك أو جارك أو صديقك. لا، المسؤولية شيء والعاطفة شيء آخر، لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر. كذلك هنا، وهذه قد ذكرناها، دفع أعظم المفاسد بارتكاب الأدنى، دفع أعظم المفاسد بارتكاب الأدنى. كذلك ينبغي خلافات الدعاء أن لا تظهر للمدعوين وللأتباع، الخلافات السائغة. انظروا هنا عندما تحدث وبدأ موسى عليه السلام يسأل هارون ماذا قال له، وأخذه وجره من رأسه ومن لحيته، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ثم في موضع آخر قال له ولا تشمت بنا الأعداء. وهذا هو الأصل، أن لا تظهر خلافات الدعاء على الملأ. فائدة أخيرة ونختم بها، ينبغي أن نربط الناس بالمنهج لا بالأشخاص. انظروا كيف عندما غاب موسى ارتد قومه لأنهم تعلقوا به. وهذا من الأخطاء التي تقع عند كثير من الدعاة أو القدوات أو المربين، يربطون الأتباع، سواء مدرس حلقات التحفيظ أو سواء الداعية أو الخطيب أو الإمام أو مدير المؤسسة أو مدير المركز، يربط الأتباع به بذاته، فإذا ما غاب انتكسوا. وهذا خطأ، ينبغي أن نربط الناس بالحق، بالمنهج، بالكتاب، بالسنة، بما كان عليه الصحابة وأتباع الصحابة، لا أن نربطهم بأشخاص حتى يبقى إيمانهم وتوحيدهم ومبادئهم راسخة ثابتة مستقيمة. هذا مهم جدا، ونكتفي بهذا القدر على أن نكمل كيف تعامل موسى مع قومه، مع بني إسرائيل، وكيف كانت توبتهم، وما الذي حصل بينه وبينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.